يا هلا وسهلا فيكم مشاهدي استوديو اس بي سي في كل مكان. حلقة جديدة نبدأها معاكم، حلقة يوم الأربعاء، أكيد بمواضيع مختلفة ومنوعة، والساعة الخامسة بتوقيت السعودية نطل معكم عليكم يوميا بحلقة متجددة. وأكيد حياكم الله ومساكم الله بالخير، وحياك الله نادر. أهلا وسهلا، مساك الله بالخير. مسا النور ومساكم الله بالخير أصدقائنا مشاهدين. حلقة جديدة أكيد من برنامجكم اليومي استديو اس بي سي، مثل ما عودناكم دائما على طاولة استديو اس بي سي مواضيع متفرقة وأيضا فقرات متنوعة مع ضيوف ومع مختصين وأيضا خبراء، وما ننسى أنه دائما عندنا تقارير جميلة يرصدونها لكم مراسلينا من كل مكان. مشاهدينا خلنا نستعرض ونشوف وش أبرز فقرات حلقتنا لليوم. في اليوم العالمي للتوعية المالية، كيف تزيد من دخلك الشهري؟ وبعد انتهاء الإجازة، خطوات مهمة لتهيئة الأبناء للمدارس بطرق تربوية فعالة. وحقوق ذوي الإعاقة التي كفلها النظام السعودي. سالي وزوجها الإيطالي، صناعة محتوى عفوي بطابع ثقافي متنوع. حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقتنا لليوم اللي أكيد متنوعة بمواضيعها وتقاريرها وأخبارها وأيضا ضيوفها المختصين في كافة المجالات. مشاهدينا قبل ما نبدأ معاكم حلقتنا، أكيد تقدروا تتابعونا وتشاركونا عبر هاشتاج البرنامج وأيضا عبر منصة إكس هاشتاج ستوديو اس بي سي. والآن نبدأ معاكم حلقتنا بآخر الأخبار. يا اهلا وسهلا فيكم اصدقائنا مشاهدين، اكيد مثل ما عودناكم بحلقه استديو اس بي سي، اذا نحاول نواكب ونتنوع وايضا نجيب لكم العديد والعديد من الاخبار. ريم اليوم عندنا فقرات منوعه، وش اكثر فقره متحمسه لها؟ بالفعل نادر، اليوم اكيد حلقتنا متنوعه، يعني بنتحدث عن العوده للمدارس، كيف صحيح. ممكن نهيئ الاطفال، ايضا يعني ما اقدر اختار فقره معينه، اكيد فقراتنا كلها راح تكون مميزه بضيوفها. اكيد بالضبط، واكيد راح نستعرضها اليوم ان شاء الله ونناقشها ايضا مع المختصين فيها المجال. مشاهدينا ننطلق معكم الان لاول اخبارنا، وفي بادره انسانيه تحتذى في الوفاء بين الأصدقاء، تبرع مواطن يدعى حامد الشمري بأحدى كليتيه لصديقه بعد معاناة استمرت 8 سنوات بالمستشفى لإصابته بالفشل الكلوي، والحمد لله تمت العملية بنجاح، وأكيد أن نبارك نجاح العملية وأيضا نشد على يد المتبرع حامد اللي فعلا قدم هالمبادرة الإنسانية. عشان كذا مشاهدين الكرام ينضم معنا الآن عبر الاتصال الرقمي المتبرع حامد الشمري. يا مساء الخير يا حامد وحياك الله. يا هلا ومرحبا، هلا فيك يا غالي. يا هلا وسهلا فيك يا حامد، صراحة موقفك بطولي ويرفع الراس وينومس على قولتهم، لأن مثل المواقف هذه ترى ما هي بغريبة عليكم أبدا يا السعوديين، تعودناها منكم وقاعدين نشوفها، فما بالك عاد لما تصير من صديق لصديقة. فأكيد حامد الحمد لله على سلامتك، ودنا نطمننا على صحتك بعد عملية التبرع. والله الحمد لله أنا بخير يا ربي لك الحمد، العملية بسيطة الحمد لله. نعم أكيد الحمد لله على السلامة، وفعلا يعني مثل هذه المواقف حامد يعني بنشوف فيها معنى الصداقة ومعنى الوفاء. كلمنا عن قصة علاقتك بصديقك سامي العنيزي، ومتى فكرت أنك تتبرع له؟ والله سامي العنيزي أعرفه من أخوي مصدر قديم، طبعا سامي وكان تعبان من الفشل الكلوي، طبعا تقريبا له ما يغارب عن 8 سنوات معه فشل كلوي، وفكرت بالتبرع الحمد لله من قبل سنة و4 شهور. ما شاء الله، لأنك كفو يا طول العمر وأنتم أصدقاء، وغير كذا حتى قاعدين نشوف يعني ناس ما بينهم أي علاقة مع بعضهم، فنشوف أيضا تبرع. طيب بسألك الآن عن صحة سامي، كيف صحة الآن بعد التبرع وكيف أموره؟ طمنا عنه.
والله يا سامي الحمد لله بخير واموره طيبه يا ربك الحمد، وباقي لحد الان هو بالرياض ولكن الحمد لله اموره فوق الطيبه يا ربك الحمد. العمليه بسيطه واجراء بسيط الحمد لله. العمليه اجريت بالرياض؟ نعم، مستشفى الملك فيصل تخصصي. ما شاء الله. وانت نعم الان؟ نعم، مستشفى الملك فيصل تخصصي بالرياض. وانت الان في حائل؟ انا بحفر الباطن. حفر الباطن؟ لا والله بحفر الباطن. ما شاء الله، كيف الاجواء عندكم بحفر نعم. الباطن؟ والله الحمد لله طيبه الاجواء يا ربي لك الحمد. جميل جميل جدا. اكيد حامد، يعني مثل هذه المواقف الانسانيه فعلا تشكر عليها، يعني تبرعك هذا قدرت انك تساعد صديقك من معاناه الالام والمرض يعني لسنين طويله، ومثل يعني هذه الاعمال الانسانيه اكيد انها لها اثر على الشخص، كلمنا عن تاثير ذلك عليك وعلى من حولك ايضا. والله الحمد لله كل حولي يشكروني على فضل رب العالمين هذا الحمد لله. والحمد لله تم إجراء العملية بخير يا ربي لك الحمد، وهذا أجر عظيم. ما شاء الله جميل. يعني شيء جميل صراحة يا حامد. حامد طبعا أكيد أنت لما تبرعت أكيد أنت من نفسك، يعني فشفت معاناة صديقك، فأنا متأكد أنه لو كان أحد آخر برضو طلب التبرع راح تقدمها له. كيف كانت يعني خلينا نقول ردود أفعال أهلك، كيف كان الدعم، كيف كان أيضا التشجيع في هذه العملية بالذات؟ والله الحمد لله العملية طال عمرك عملية بسيطة والحمد لله، وهذا أجر من رب العالمين وتسمع عند رب الله سبحان الله العظيم. ولكن هذا أنا يعني من سنة وثلاث شهور وأنا كنت راجع بالموضوع هذا، والحمد لله كلهم مشجعيني على الخير، هذا فعل خير. ما شاء الله تبارك الله، أكيد بكم نفخر صراحة ونرفع الراس بامثالك يا حامد، لان انتم فعلا مثال يحتذى به. خلينا نتكلم عن الامور الاجتماعيه اللي دائما نخدم بعضنا البعض فيها، فما بالك عاد لما تصيرون اصدقاء، يعني من شمري لعنزي كلنا عيال على قولتهم بلد واحد، ودائما كلنا متضامنين مع بعض، فما بالك عاد في الامور الصحيه. احنا اكيد نشكر المتبرع حامد الشمري، يعطيك العافيه يا حامد وجزاك الله الف خير. أكيد جزاك الله خير، وفعلا موقف إنساني يشكر عليه، ويعني مثل ما ذكرت يعني بيدل على الصداقة اللي بينهم. صحيح. أكيد يعني الصداقة والوفاء تبان من خلال هذه المواقف الإنسانية. أكيد مشاهدينا مكملين معكم في أخبارنا، وإلى خبرنا القادم، حيث تنفذ وزارة التجارة جولات رقابية دورية على منافذ بيع المستلزمات المدرسية من مكتبات ومحال قرطاسية، ومنافذ البيع التي تعرض مستلزمات مدرسية في مختلف مناطق المملكة، وذلك بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد. نتابع. ايضا مشاهدي الكرام مستمرين معكم، والى خبرنا القادم، حيث حذر الدكتور احمد العمار عبر تغريده له على منصه اكس من استخدام العطور المركزه لما لها من اضرار مؤذيه ومزعجه لمن يعانون من حساسيه الجيوب الانفيه. اعتقد انه اصبح موضوع اليومين هذه الجميع ممكن يفتي فيه، واللي ينصح واللي يقدم خلطات واللي ايضا يعطي بعض التوجيهات. عشان كذا مشاهدينا الكرام راح ينضم معنا عبر اتصال الرقمي استشاري انف واذن وحنجره البروفيسور خالد طيبه. اهلا وسهلا فيك بروف وحياك الله. اهلا اهلا وسهلا بكم، شكرا على استضافتكم. يا اهلا وسهلا بروف، يعني احنا قاعدين نشوف اليومين هذه يعني كثير من استخدام العطور في كل مكان، ما في احد ما يستخدم عطور في المناسبات، في الدوام، في الزواجات، في الافراح، في كل شيء. ولكن ايضا تجددت وكثرت انواع البراندات وانواع الصناعات. السؤال هنا بروف، ايش هي التاثيرات السلبيه للعطور المركزه على الاشخاص اللي بالذات يعانون من الجيوب الانفيه؟ هو طبعا العطور عباره عن مجموعه من المواد، منها الاشياء اللي هي المستخلصات من الزهور من الطبيعه، وكذلك مواد كيميائية تستخدم لصناعة هذه العطور. فهذه أشياء كثيرة قد يختلف من إنسان لإنسان إنه يتفاعل مع هذه بأجسام مضادة من عنده لفترة طويلة، هو يتعرض لها على حسب كمان تركيزها وعلى قدر استخدامه لها.
يقوم تتحول الى اجسام مضاده تطلع من الجهاز التنفسي العلوي، ممكن تنتقل للجهاز التنفسي السفلي في الرئه، عباره عن اجسام تطلع من الانسان ضد هذه المواد الكيميائيه، فيصير عنده اعراض اللي احنا نعرفها للحساسيه، العطاس، الافرازات، يصير عنده حكه وصداع وتكسير في الجسم. طبعا هذه هي ملخص القضيه. اذا في اجسام قد تكون من العطور، قد تكون من الجو، من الغبار، لكن موضوعنا اليوم من العطور، وكذلك اذا كانت مركزه وهو عنده قابليه لها يقوم يتفاعل معها بهذه التفاعلات التي ذكرتها. صحيح بروفيسور. يعني ايضا لو نتحدث عن جوده هذه العطور، يمكن اليوم صرنا بنشوف ما يسمى بالعطور المستوحاه، اللي ممكن تكون مستوحاه من روائح عطور اخرى او روائح عطور لبراندات عالميه. هل جوده هذه العطور المستوحاه ممكن انها تاثر سلبا على الاشخاص اللي بيعانوا من الجيوب الانفيه؟ طبعا هي كل ما كانت المواد مصنعه وخاصه البتروكيميائيات والاشياء دي، هذه تعمل انعكاس سلبي. مثلا يعني انا اعطيك، يعني قليل نادر من يجي يقول لك والله انا عندي مشكله من العود، عطر العود، يعني هذا مستخلص من خشب وزيوت وجدا طبيعي، ما في مواد اخرى، فلذلك تنقص امكانيه انه يصير عنده حساسيه. كل ما زادت هذه المستخلصات الصناعيه كل ما زادت عنده المشاكل. طبعا هو مين اللي يتعرف عليها اكثر شيء؟ اللي هو الانسان الذي يتحسس لهذه العطور، يعني هو المقياس الاساسي. طبعا بعد كده ياتي التدخل الطبي لمعرفه ايش نوع المواد اللي هو متحسس لها، في نعمل فحوصات للجلد تبين ايش الماده اللي هو يتعرض لها وبالتالي يتجنبها. ممتاز. طيب بروف، احنا قاعدين نشوف الان حتى لو يجيك احد يقول لك ممكن انه لا انا هذا عادي عطر اصلي من شركه اصليه براند عالمي، ما عندي مشكله لو اتعطر فيه واجي عند ناس عندهم ايضا جيوب انفيه. السؤال هنا، هل العطور الاصليه ذات الجوده العاليه ايضا تسبب على الجيوب الانفيه وتفاقمها؟ هذا يعتمد على الجسم، ما نقدر نقول، يعني هو الجسم كيف يتفاعل، سواء كانت ذات يعني الجسم يتفاعل مع اي رائحه؟ يتفاعل ما نعرف. نعم، هو عنده الجسم يتعرض لهذا الشيء ويبدا بعد فتره من كثره التعرض يطلع هذه الاجسام المضاده اللي هي الهيستامين. لذلك احنا لما نجي نعالج مثلا الاعراض دي عشان يرتاح المريض نعطي له مضاد للهيستامين، حبوب او بخاخات او العلاجات. صحيح. دكتور، كيف ممكن الأشخاص اللي بيعانوا من الجيوب الأنفية يختاروا العطور المناسبة لهم اللي ممكن إنها ما تفاقم الأعراض؟ هو في الأساس هو نفسه زي ما ذكرت سابق إنه هو اللي يعرف الشيء، وبالتالي كمان أفضل لو إنه كتب، يعني جلس بعد فترة يجي يراجع اللي كتبه، يجد يقول والله في السنين في السنة عند الشهور من السنة دي لما تجي يصير عندي مشاكل حساسية، قد تكون مو للعطور، قد تكون للجو، للحبوب اللقاح المتواجد ذاك الوقت، الغبار مثلا لو زي في موجات الغبار والصيف، وكذلك العطور. هو يسجل أي شيء حس بعده على طول كده بفترة بسيطة جدا إنه بدأت تجيله دي الأعراض اللي يعرض الحساسية، يعرف إنه هو حساس لهذا. جميل. وهو يسجله عنده، والحل الأساسي انه يتجنب هذا. جميل. اهم شيء. بروف، سؤال اخير بس طرى في بالي الان، يعني واحنا قاعدين نسولف وندردش، اتذكر زمان يعني كانت امهاتنا ينصحوننا للشخص اللي مسوي عمليه او مسوي مشاكل في اسنانه يقول لك انتبه من العطور تسبب غفر عليك، فكانوا يعطونا مره. فهل الامور الشعبيه هذه وهل المقوله هذه حقيقيه ولا اسطوريه؟ لا أسطورية طبعا. أنا على طول من يوم ما سألتني هم دائما مرضى هل أتجنب العطور، يعني هذه ما الالتهابات اللي تصير ما تأتي من العطور، تعرض لبكتيريا لفيروس يقوم يدخل على الجرح يصير الالتهابات بس، ولكن يعني ما تسبب مشكلات باللغة العامة الشمم. الشمم يا عيني عليك يا دكتور. أكيد. جميل. ما لها أي حقيقة علمية. يعني اي احد يسوي عمليه عادي يتعطر وما يتحجج انه مسوي عمليه. ها،
طيب. لا ما في مشكلة. جميل جدا. احنا كيف اذا كان هو حساس للعطر ده هذا شيء ثاني، اذا هو حساس حكي له حساسية فقط. ممتاز. اذا مو حساس ما في حاجة اسمها شيء. جميل، اكيد احنا نشكرك استشاري انف واذن وحنجره البروفيسور خالد طيبه، يعطيك الف عافيه بروف خالد وشاكرين لك. اكيد موضوع جدا مهم نادر، نحاول دائما في اختياراتنا للعطور اننا نراعي الاخرين اللي بيكونوا في المكان، سواء اذا كانوا بيعانوا من الربو او من الجيوب الانفيه، بحيث اننا ما نزيد من هذه الاعراض عندهم. اكيد مشاهدينا مكملين في اخبارنا، وانطلقت ليله البارحه منافسات كاس الدرعيه للسوبر السعودي 2024 بين نادي الهلال والاهلي، وذلك من مدينة أبها التي تأتي استضافتها للبطولة بالتزامن مع برنامج صيف السعودية 2024 والتي أطلقتها الهيئة السعودية للسياحة تحت شعار تراها، والتي ستستمر حتى نهاية سبتمبر المقبل. كما تتزامن البطولة أيضا مع موسم صيف عسير 2024 الذي شهد مؤخرا إطلاق الهوية السياحية للمنطقة تحت شعار عسير تهول. أكيد ريم، صراحة يعني بعد اللي شفناه أمس فعسير حقيقة تهول. ليه؟ لأنه قعدنا نشوف أجواء جميلة وشفنا الجماهير مستمتعة، وبرضو عشنا أجواء ريم مباراة أمس يعني كانت بين يعني قطبين المملكة الأهلي والهلال، وأكيد أنه انهزم فيها الأهلي وتأهل للهلال. واليوم المباراة أكيد الجمهور يترقب مشجعي فريق النصر وأيضا أنصار فريق التعاون، فأنا أعتقد أنها توقيتها مناسب ريم، وموقعها برضو أنسب بحكم أنه في سياح هناك والأجواء برضو جميلة. أكيد نادر، يعني بالتوفيق لكل الفرق، أكيد راح تكون يعني خليني أقول مباراة فعلا حماسية. إيش توقعاتك قبل نطلع نصر والتعاون؟ لا ما راح أقول توقعاتي. إحنا اتفقنا. توقعاتي دائما تكون العكس فما راح أقولها. جميل جدا، أجل تتوقعي. أكيد مشاهدينا هذه كانت بعض أخبارنا لليوم، مكملين معكم حلقتنا لكن بعد الفاصل. حياكم الله أصدقائنا مشاهدين في أول فقرات حلقتنا لليوم. مشاهدينا، الوعي المالي أمر في غاية الأهمية، وذلك لكونه يلعب دورا كبيرا في ادخار الأموال وسداد الديون، وبالتالي هو مهم من ناحية إدارة الحياة الاقتصادية والمادية لكل فرد في المجتمع. نتابع. يعد الوعي المالي من القضايا المهمة للفرد والمجتمع بشكل عام، حيث تسعى جميع الدول بأن تكسب أفراد مجتمعها كافة المهارات الأساسية التي تعنى بالوعي المالي، وذلك لكي يعيشوا بكرامة مالية ويحصلوا على كافة احتياجاتهم المعيشية وأن يحظوا بحياة مترفة. هذا ما تسعى له المملكة في رؤية 2030، بحيث كثفت جهودها من أجل بناء مجتمع حيوي ينعم بالرفاهية والرخاء ويتمتع بجودة حياة عالية وبدخل مادي مرتفع، وذلك من خلال القيام بالعديد من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى التوعية المالية وتحفيز ثقافة الادخار والاستثمار والسعي لإكساب المواطنين والمقيمين المهارات المعرفية المالية. ها نحن اليوم نحتفي باليوم العالمي للتوعية المالية والذي يوافق 14 من شهر أغسطس، حيث تزخر المملكة بعدة نماذج وطنية شابة استطاعت أن تحقق ثروة مالية ضخمة. يعتبر رائد الأعمال عبد الرحمن العليان مثالا يحتذى به، فقد بدأ قصته عبر متجر صغير في تطبيق الإنستغرام أثناء دراسته في أمريكا، ولكن طموحه لم يتوقف على هذا القدر، بل عمل وتطور في تجارته إلى أن وصل إلى متجر إلكتروني ضخم يخدم دول الخليج بواقع 400,000 زيارة يومية ويحقق مبيعات تصل إلى نصف مليار ريال سنويا. كذلك قدم لنا الشاب أحمد العويد نموذجا مثاليا في التجارة الإلكترونية، فقد استطاع بحنكته أن يبني ثروة ضخمة عن طريق بيع الأرواب والمناشف، محققا عن طريقها مبيعات تتجاوز 200 مليون ريال.
أكيد مشاهدينا الكرام، بمناسبة اليوم العالمي للتوعية المالية راح نتحدث عن كيفية ادخار أموالنا ومضاعفة أيضا دخلنا، وأكيد راح نورنا في الاستديو المستشار لدى مؤسسة ريالي الغير ربحية الدكتور سالم باشميل. أهلا وسهلا دكتور وحياك الله. يا أهلا وسهلا ومساء الخير. يا أهلا وسهلا فيك دكتور. احنا عارفين انه كل واحد مننا يحب انه يكون عنده وعي مالي ويكون عنده ادخار ويكون عنده استثمار ويكون ايضا عنده ضمانات مستقبليه، لكن خلنا في البدايه نعرف ايش هو الوعي المالي. الوعي المالي حقيقه متكون من ثلاث اشياء. اي نعم. الجزء الاول الاسهل يعني اللي هي المعرفه، نعرف ايش هو الادخار، نعرف ايش يعني ميزانيه، ايش يعني استثمار. الجزء الثاني المهاره، يعني احنا عرفنا ايش هو الادخار، ابدا امارس الادخار، ابدا امارس الاستثمار. جميل. الامر الثالث المداومه على هذه الممارسه حتى تصير عاده عندي، الاستمراريه. اي ما يصير عندي الادخار يعني في يوم الادخار العالمي او في اليوم العالمي للتوعيه الماليه، لا، يصير حاجه مستدامه طوال السنه. اذا معرفه، يمكن في هذا اللقاء المشاهدين والمشاهدات تتكون عندهم معرفه، اذا ما بداوا يمارسوا هذه المهارات حيفتقدوا الجزء الثاني، لكن لو بداوا يمارسوا وهذه الممارسه استمرت معاهم الفتره القادمه كامله نقدر نقول هذا الشخص يمتلك الوعي المالي بشكل كامل. جميل دكتور، كيف ممكن الواحد، يعني نحن الهدف اليوم هو أننا نبغى نتعلم الادخار، نبغى نتعلم الاستثمار، نبغى نزيد من دخلنا ممكن الشهري أيضا، لكن عشان نسوي هذه الأمور كلها لازم يكون في وعي مالي. يمكن هي مجموعة معلومات بنسمعها لكن ما بنطبقها، كيف الواحد يقدر يحسن ويرفع من وعيه المالي ويطبقه أيضا؟ أمرين أساسية، الأمر الأول استشعار أنه عدم تنظيم الأمور المالية عواقبه المالية والاجتماعية والأسرية خطيرة. السبب الثاني في المشاكل الأسرية اللي تصير في المجتمع عموما سببها مالي، مشاكل المالية اللي تصير داخل الأسرة تؤدي إلى مشاكل أسرية ومشاكل اجتماعية. صحيح. الأمر الثاني أنه هذا الأمر ممكن، يعني إحنا لما نجي نقول للشخص ترى هذه القضية صعبة مستحيلة يمكن طبيعي أنه ما يسويها، لكن كثير من الأشخاص بدأوا في إدارة أموالهم، تحسنت ظروفهم المالية، قدروا يزيدوا من دخلهم وقدروا يوصلوا إلى مرحلة الاستقرار والاستقلال المالي. فهي قضية ممكنة لكن تحتاج إرادة وبدء فيها صعوبة شوية. بالتالي لو رجعت لإجابتك دكتور في السؤال عن الوعي المالي، ذكرت أنت أن الوعي المالي يعني يندرج تحته المعرفة، المهارة والممارسة. هل الأشياء الثلاثة هذه ممكن تكون مثلا المهارة موجودة عند شخص ولكن ما عنده رأس مال، ممكن شخص يكون عنده وقت يقدر يمارس بس ايضا ما عنده راس مال، كيف نقدر نجمعها بالشخص فبالتالي يحقق الوعي المالي بكامل متطلباته؟ يعني احنا لما نجي ننظر لابائنا واجدادنا كان عندهم حاجه شائعه في المجتمع، الشراكات. يعني انا عندي وقت وما عندي المال، الشخص الاخر عنده مال وما عنده وقت، الشراكات تسد هذه الثغرات، الشراكات، التحالفات. احنا احيانا الواحد يبغى يكون هو المدير وهو الممول وهو المستثمر هو كل شيء، فبالتالي ما يقدر لانه انت وقتك في اليوم 8 ساعات هي المتاحه والحياه تغيرت الان. لذلك التحالفات، يعني انا عندي مال اشوف شخص عنده الوقت، اشوف واحد ثالث عنده المهاره واسوي شركه. كثير من التطبيقات والشركات الناشئه الان غالبا تكون ناجحه، اغلبها تكون الناجحه دي عباره عن المؤسسين ثلاثه واربعه، واحد مهتم بالتقنيه لكنه ما يعرف في البيزنس، الثاني بيزنس وما له في التقنيه، الثالث تسويق، وهكذا. إذا بناء التحالفات تسد العجز هذا إذا كان في المهارة أو في المال. جميل، نقدر يعني نستفيد من بعض، نستفيد من قدرات بعض أيضا. يمكن كثير من الأشخاص ما يكفي الراتب لنهاية الشهر، مو عشان شيء بس عشان ما عنده يمكن الوعي المالي الكافي. بنسمع كثير من الاستراتيجيات لتقسيم الراتب، برأيك إيش أفضل استراتيجية عشان نقسم فيها الراتب بحيث يكفي لنهاية الشهر؟ طيب، هو تقسيم الراتب انا اعتبره زي مقاس الثوب، يعني في اشخاص يعني يحتاج انه ياخذ مقاسه وما ينفع الثوب الجاهز، لكن في اشياء اساسيه، يعني كل ثوب لازم يكون فيه جيب مثلا، يكون فيه جيبين في الجنب. فاحنا نقول كل ميزانيه شخص لابد ان تحتوي على نسبه للادخار، هذه النسبه يفضل ان لا تقل عن 10%. حتى رؤيه المملكه لما بنيت ركزت على رفع نسبه الادخار للاسر، فاحنا نقول اقل شيء 10%. الأمر الثاني لابد أن يكون عندك مبلغ للطوارئ، لأنه حياة الإنسان ليست حياة مستقرة في الغالب، حيجيك طارئ، والطارئ مو دائما سيء، يعني مو دائما خراب السيارة، ممكن يكون الطارئ أنت محدد مثلا في الشهر يتزوج شخص من أصحابك، في الشهر ده يتزوج اثنين، فبالتالي حتزيد قيمة الهدايا. صحيح. إذا 10% ادخار و10% طوارئ، 80% هذه تختلف من شخص لآخر.
شخص مثلا هو وزوجته في بداية حياته، فنقول خلي بند الترفيه 20%، نعليه شوي يعني ما عندك التزامات كثيرة. شخص عايش هو ومعه في البيت أبوه وأمه وأسرة كبيرة، يمكن نقول له لا، خلي مصاريف البيت 90% و10% للترفيه. ممتاز. وهكذا 80% هذه تختلف من شخص يعني لآخر. نسبة وتناسب تكون مبنية على عدد أفراد الأسرة وعلى وضع الشخص الاجتماعي. بالضبط. طيب، تحدث المستشار التجاري عماد منشي في أحد لقاءاته عن الوعي المالي، بنتابعه وبنرجع نعلق. كيف أنا أصير غني؟ كيف أجيب المليون؟ أسئلة كثيرة، جوابها إجابة واحدة رئيسية، أنك أنت ترفع وعيك المالي، فبالتالي تنتقل من مستوى إلى مستوى، وكلما انتقلت من مستوى إلى مستوى، من طبقة إلى طبقة، وصلت لأرقام عالية وممتازة جدا. لكن إذا ما رفعت وعيك وما ركزت على أنك أنت تتثقف في هذه الأمور وتتعلم، غالباً تكون مكانك سر وتبدأ تتحلطم وتلوم كل شيء. الحلطة ما هي لابد منها، لكن دكتور يعني أبغاك بس تعلق على الفيديو، وبنفس الوقت هل فعلاً ممكن الثراء يعني يكون طريق لنا أو لأي شخص أو الناس معينين ممكن يكونوا أثرياء؟ في كتاب لشخص اسمه نابليون هيل، كتاب اللي فيه يمكن قبل 100 سنة. كتاب هذا كانت فكرته أنه ما هي الصفة اللي موجودة عند كل الناس الناجحين مالياً. قاعد يسوي في الكتاب هذا وأبحاث 20 سنة، وصل إلى أنه الصفة المشتركة بين الناجحين مالياً طريقة التفكير. كتاب منتشر باللغة العربية اسمه فكر تزدد ثراء. كلام اللي قاله المستشار عماد في نفس السياق هذا، إذا زادت معرفة الإنسان وزادت وتختلفت طريقة تفكيره عن البقية حيصل للثراء. نبقى قضية الثراء، هل هي مليون، هل هي 100,000، هذه نسبية، لكن إحنا نقول الثراء هو 3% من أكثر الناس وضع المال كويس ضمن فئتك. إذا أنت طالب أغنى 3% من الطلاب هذا هو ثري. إذا أنت موظف أغنى، ما تيجي تكون أنت طالب وتقارن نفسك برجل أعمال تقول أنا أبغى أكون مثلا 100 مليون، لا، ضمن شريحة الطلاب. المعرفة مهمة وطريقة التفكير أيضا مهمة. كتاب هذا جميل في الموضوع اسمه فكر تزدد ثراء. جميل. أتوقع أيضا يعني الطريق للثراء هو طريقة التفكير. يمكن الأغلب مجرد ما يحصل على مبلغ مالي معين بيفكر فين راح أصرف هذا المبلغ. تفكير يمكن يكون استهلاكي، كيف الواحد يغير طريقة تفكيره من تفكير استهلاكي لتفكير استثماري؟ أيوه، دائما هو الواحد، خلينا ناخذها مثال رحلة، لو أنا مسافر مثلا من الرياض إلى جدة، فإذا أنا ماشي من الرياض إلى جدة وما حوقف في كل محطة، ما حتيجي كل محطة أوقف أخذ منها يا أخذ قهوة يا أخذ لا، ليه؟ لأنه أنا عندي هدف أبغى أوصل له اللي هو جدة أو الرياض. نفس الشيء الإنسان إذا عنده أهداف بيحققها بهذا المال، تأكد أنه ما حيكون مصرف. من الإنسان المسرف في الغالب اللي ما عنده هدف، يعني اللي ما يعني ممكن. أنا الآن لو عندي هدف أشتري سيارة بعد 6 شهور، حتلاقيني 6 شهور دي ضابط أموالي لأني شايف السيارة بعد 6 شهور. لو أبغى أسافر بعد سنة أو الصيف الجاي، هتلاقيني في السنة دي ضابط ميزانيتي عشان أحقق هذا الهدف. ممكن. وجود الهدف يضبط كثير موضوع الصرف. يعني دكتور أنا أعتقد أنه لو بنشوف ممكن الوضع يتقسم إلى 3 طبقات، في طبقة ممكن تكون يعني فقيرة، طبقة متوسطة، طبقة غنية، وطبقة ثرية. أي الطبقات اللي أسرع للنجاح للتوعية المالية ولتحقيق مردود مالي؟ خلينا نبدأ عن الثرياء شوية. حقيقة الكل يحتاج، الكل يحتاج حتى الثري؟ حتى الثري، لأنه بعض الناس يقول أنه الأثرياء يعني ما يحتاجوا الوعي المالي. أدخلوا في اليوتيوب وشوفوا قصص ناس، بس الثري حيورث 20 سنة قدام، 50 سنة ما راح تفرق. لذلك هذا الشخص القوي يعني بزيارة بسيطة إلى السجون مثلا، حتلاقي أكبر المساجين هم أصحاب الحقوق المالية من الأثرياء اللي كان ما يظن أنه يجي يوم تتقلب أحواله، ما أعرف كيف يتعامل مع هذا. لذلك مشكلة الثري أنه التزاماته كثيرة وديونه أيضا كثيرة والتسهيلات البنكية عنده كبيرة، فإذا جاء له اهتزاز يكون مرة كبير. لذلك قضية من يحتاج الوعي المالي، الكل. من أكثر ناس يعني يقدر يتأقلم معها سريعا، أنا أظن أنه من وضع له هدف حيكون أسهل عليه التأقلم معها. ممتاز. وجود الأهداف في حياة الإنسان أيا كانت، مالية، رياضية، اجتماعية، هتخليه أسهل في إدارة حياته بشكل جميل. الهدف وأكيد الاستراتيجية مهمة، وأيضا مثل ما ذكر الدكتور سالم المعرفة وأيضا المهارة وأيضا الممارسة، يعني من ضمن الأهداف المهمة اللي لازم توفرها
في الوعي المالي وأيضا تحقيق موارد مالية مستقبلية. احنا مشاهدين أكيد نشكر ضيفنا في الاستوديو المستشار لدى مؤسسة ريالي الغير ربحية دكتور سالم باشميل. يعطيك العافية دكتور وشاكرين لك. شكرا شكرا جزيلا لك دكتور. ما قصرت. ومشاهدينا ننتقل معكم إلى هذا التقرير. ومزرعة بساتين اللوز تعتبر الخيار الأفضل لمن يبحث عن الهدوء وخوض تجربة فريدة تتيح لها التعرف على ثقافة المنطقة. مراسلتنا زارت مزارع اللوز بالباحة. خلونا نتابع. بين ثنايا الطبيعة الساحرة تمتع بالغيوم والضباب والمساحات الخضراء. المزارع الضاربة في وجدان الماضي تتحول إلى مزارات سياحية لتنطلق بشغف نحو مداءات المستقبل والاستثمار. أحلاك يا الباحة ديرة السعد والراحة. مزرعة سالم الغامدي بمنطقة الباحة البالغة من العمر 100 عام عمل على تحسينها وتطويرها، كما نقل ثقافة الأكواخ الريفية من الولايات المتحدة الأمريكية إلى منطقة الباحة لتصبح مزاراً سياحياً وسط أحضان الطبيعة. طبعاً الفكرة جت تقريباً قبل 5-6 سنوات تقريباً من أيام كورونا. استغلينا الحجر الحمد لله، سوينا إحلال تربة للتربة ل500 شجرة لوز وقلبنا المزرعة إلى مدرجات زراعية طبعاً، وأضفنا فيها الأكواخ السكنية الريفية. طبعا الحمد لله صار الإقبال شيء مبهر صراحة. بعد كورونا 2021-2022 السنة الثانية زودنا الأكواخ، صار عندنا كوخ ثاني، صار المكان مزار سياحي. طبعا صرنا نقدم الأكلات الشعبية، الفطور الصباحي، مقهى، طبعا المشتل للمزرعة. السنة اللي بعدها أضفنا الكوخ الجديد مع دورات مياه عامة للمزرعة، صار فيه أعداد كثيرة صراحة في الزوار. يعني بالذات السنة هذه شيء مبهر صراحة، أعداد السيارات والزوار شيء يعني أكبر من الطاقة الاستيعابية للمزرعة. إن شاء الله بإذن الله راح يكون في تطوير أكثر وأكثر، راح نزود عدد الأكواخ، الأشياء الترفيهية في المزرعة. طبعا الحمد لله احنا حظينا بدعم وزارة الزراعة في موضوع المدرجات الزراعية، في إن شاء الله منتقلين إلى زراعة عضوية بإذن الله. والله الريف موجود في منطقة الباحة، وخاصة في جنوب الباحة، من المناظر الجميلة والرائعة واللي تعطي انطباع أصلا جميل لكل زائر. فلو تنظمت مثل هالتنظيم الرائع الجميل اللي يعطي انطباع لكل إنسان أن يحب أن يشاهد، بل يجلس هو أسرته وعائلته في مكان فيه من الخصوصية، فيه من الجمال الطبيعة، من طبيعتنا وعاداتنا وتقاليدنا اللي نعيشها في منطقة الجنوب، هذا شيء رائع وجميل. والباحة هالسنة والسنوات السنة اللي قبلها بدأت تتميز بمثل هذه المزارع الجميلة. فارس محمد عبد الغامدي. والله والنعم، كيف شفت البساتين اللوز؟ والله حلوه ما شاء الله، كل سنه نجي نلاقي شيء تطور اكبر ما شاء الله. وانت مروق ومعك شاي صح؟ صح محمد. ايش سويت اليوم انت؟ جيت بساتين اللوز على يعني ناس تنصح فيها، فجيت معايا عائلتي الكريمه. الصراحه استمتعت فيها وكان فيها اشياء جدا جميله، منها الرماية بالقوس وكمان الأحصنة والبساتين اللي موجودة تحت. حتى محمد عبد الله غامدي. والنعم من وين؟ من الطائف. كيف شفت اليوم؟ استانست ولا لا؟ استانست. وش سويت؟ فيها الألعاب، الحديقة هذه فيها الألعاب، فيها كل شيء. استانست؟ الزجاج والحيرانات اللي لي. خليني أخذك بعد. شو اسمك؟ حور. من وين؟ رحنا البيت ستو. بيت مين؟ بس ستو. بيتك في جدة صح؟ ايه. وجاي هنا تستانسي وتغيري جو في الباحة صح؟ ايه. وش قاعدة تسوين هنا جوا؟ قاعدة تسوي بيت. طيب روحي كملي بيتك يلا. شو اسمك؟ اسمي جمال. وش سويتي جوا بالبيت؟ بيت. والطبيعة
بالتأكيد شكرا لزميلتنا سندس محمد اللي نقلت لنا التقرير الجميل من مزارع بساتين اللوز في الباحة وجمال الباحة. مشاهدينا حلقتنا مستمرة ولكن بعد الفاصل. بعد انتهاء الإجازة خطوات مهمة لتهيئة الأبناء للمدارس بطرق تربوية فعالة. حياكم الله مشاهدينا من جديد. يواجه بعض الطلاب والطالبات مع العودة إلى المدرسة بعض المتاعب نتيجة لعدة عوامل، منها تغيير نمط الحياة اليومي في الإجازة. لذلك نحتاج في هذه الفترة التحلي بالمرونة الذهنية لمساعدة الطلاب في التغلب على بعض التحديات اللي ممكن تواجههم مع بداية العام الدراسي الجديد. للمزيد نتابع التقرير. تعتبر العودة إلى المدرسة أمراً مرهقاً لبعض الطلاب وبعض الأسر، لذلك نحتاج في هذه المرحلة للتحلي بالصبر والمرونة لمساعدة الطلاب في التغلب على بعض التحديات التي قد تواجههم، ومنها الخوف من المقبل في العام الدراسي مع زملاء دراسيين جدد أو معلمين أو فصول جديدة، أو التفكير في صعوبة المرحلة الدراسية الجديدة. التفكير بكل هذه المخاوف يمكن أن يضع على الطلاب إرهاقاً وضغطاً نفسي في بداية الدراسة، ولحسن الحظ فغالبية الأطفال قادرون على التكيف مع التغيير، ويمكن ذلك بمساعدة آبائهم من خلال التحدث حول مخاوفهم بشأن العودة للمدرسة وطرق التغلب عليها ومحاولة التحلي بالمرونة حول التغييرات المحتملة. هذه العملية تشجعهم على مشاركة مشاعرهم والتعبير عنها بشأن العودة إلى المدرسة. مشاهدينا للحديث بشكل أوسع حول الموضوع تنضم معنا بالاستوديو الأستاذة أريج المزيد وهي مدربة في مجال الطفولة. يا هلا وسهلا فيك، منورتنا في استوديو SBC. يا هلا والله، مرحبا، حياك الله. يا هلا وسهلا. في البداية أكيد يعني باقي كم يوم عشان الطلاب والطالبات طبعا يرجعوا للمدارس، فأتوقع أن بعض الآباء والأمهات ممكن قاعدين بيعانوا حاليا من مع تهيئة الطفل. خلينا في البداية نعرف هل في خطوات برأيك من الضروري أننا نتبعها عشان نهيئ الطلاب والأطفال جسديا ونفسيا لعام دراسي جديد؟ طبعا أكيد من ناحية الأهالي وأيضا المدرسة. نتكلم الآن عن جانب الأهالي، لازم يهيئونهم نفسيا باقي كم يوم على المدارس. من ناحية جسديا لازم يعدلون النوم، الوجبات، لبدون عاد يدخلون الوجبات الصحية ويعودونهم على تعرف الإجازة ولخبطة الإجازة، والواحد لا 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 ولا نهار عشوائية، لخبطة نوم ولخبطة أكل كل شيء. فجسديا واجتماعيا أيضا وصحيا حتى، يعني تقدر تلاحظين التركيز عند الأطفال عشان يسهرون يحتاج إلى تعديل نوم وتعديل الأكل. ممتاز أستاذ أريج، يعني أمس كان معنا الدكتور صالح الدماس وتكلمنا عن تهيئة الأطفال بشكل خلينا نقول جسدي أكثر، وعرجنا على الساعة البيولوجية. اليوم بدنا نتطرق بمسألة نفسية أكثر، إيش هي الجوانب المثلى اللي لازم على الأب والأم أنهم يبدون فيها مع أبنائهم بطريقة نفسية جميلة يهيئونهم بدون عنف وبدون مشاكل وبدون سحب جوالات؟ إيش هي الأشياء الحلوة؟ طبعا التدرج، ما ينفع فجأة تسحب الجوال ويلا نهم بدري وما إلى ذلك. يعني حبة حبة، يعني مثلا أقل شيء أسبوع قبل الدوامات، يعني المفروض من السبت الماضي بادين يقللون من تأخير في النوم ساعة نص ساعة على حسب هو إلى أي وقت وصل، ويصحونهم أبكر. يعني هذه أنا شخصيا مسويتها مع عيالي، قاعدة أبكرهم في النومة وأبكرهم في الصح. الصح الحين الحمد لله سيطرنا على الوضع إن شاء الله، يقومون الساعة 7 الصباح وينامون للساعة 9 الآن. من متى بادية؟ من بادية من السبت. فلازم أول شيء النوم يركزوا عليه، هذه من ناحية صحية. نفسيا بابا باقي أسبوع، إيش رايك نروح نشوف المدرسة قبل لا نبدأ؟ تختار الشنطة اللي أنت تبغاها، تختار الشوز اللي أنت تبغاه عزكم الله، إيش رايك نشتري اللانش بوكس، إيش حاب اللون، نحمسه. مش ماخذ ألف فيه بالحارة حقت المدرسة، ممكن خلي يشوفها. لا لا مو تلف بالحارة، ممكن تلف في المدرسة نفسها، تدخل على المدرسة وتشوف الفصل ويشوف المعلمات،
خاصة مرحلة رياض الأطفال ومرحلة الصف الأولية اللي هي أولى ابتدائي، مرحلة انفصال عن الأم. صح. وهذه تعتبر أصعب مرحلة عند الطفل أنه ينفصل. صحيح. عن أمه، فلازم تأخذون بال، تعطون بالكم، يعني تخلون بالكم وسيع مع الأطفال، وهذا هذا شوي شوي معهم. جميل، فعلا يمكن نقطة جدا مهمة اللي ذكرتيها، كيف ممكن نحمس الأطفال أو حتى يعني الأبناء بشكل عام على الذهاب للمدرسة، نبدأ نحمسهم على عام دراسي جديد. أيضا في تغريدة في منصة إكس لفوزية عقيلي تقول فيها أن بعد زيارته للمدرسة نسأله عن الأشياء اللي عجبته، ممكن نعطي الطفل الحرية للتعبير عما يجول في نفسه، ونفتح مع الطفل حوار يرسخ في نفسه حب المدرسة، ونستمر معه في هذا الحوار عدة أيام حتى تؤثر فيه وتغذي مخيلته بحب المدرسة. هل فعلا الكلام مع الطفل، سؤاله عن أحوال المدرسة، إيش سويت بالمدرسة، إيش تعلمت اليوم، هل هذه الأشياء ممكن تحمسه أكثر؟ نعم، يعني سواء قبل ما تبدأ المدرسة أو أثناء بدايتها، لما يرجع من المدرسة إيش أخذته، إيش حبيت في المدرسة أكثر شيء، إيش اللي ما عجبك، يعني في أشياء أكيد عجبته وأشياء ما عجبته، عشان إذا ما عجبت الواحد يتداركها من الأول. إيش مثلا ودك تسوي بكرة؟ بعضهم يكون عندهم خوف إنهم يروح بكرة وبعدها، تعرفين زي ما قلت لكم مرحلة انفصال عن أم هي أصعب مرحلة، فممكن تأخذ له حاجة معاه لبكرة، تعطيها أصدقائك عشان يشعر بالانتماء هناك ويرتاح نفسيا، علشان يتقبلون أصدقاء، أو ممكن هم أطفال، يعني لو مثلا أعطاهم هدية، أعطاهم لعبة، بيصيرون يحبون هذا، يعطينا هدايا، فيكون صداقات أوسع ويرتاح أكثر ويحس بالانتماء في البيئة. أستاذة ليزا، أنت عارفة وش الموقف المحزن؟ أنا يعني في بعض أصدقائي معلمين، فيعطونا بعض التجارب، نسولف معهم في بداية العام، يقول بعض الطلاب أول العام يجي نايم طول الوقت على الطاولة، يا بابا قوم، ما يصلح، وأحاول أهيئه، خلوه يغسل وجهه، أجيب له شوكولات، ما ينفع. يقول بالحالة هذه يتواصل مع أهله، أتفاجأ أن أهلهم ما هم متصورين والمدرسة بدأت أصلاً. هل فعلاً الأباء والأمهات والأسر تقع على عاتقهم مسؤولية كبيرة؟ أي، لأنه منظر محزن لما أشوف الطالب نايم على الطاولة. ما هو إحنا قلنا تهيئة، التهيئة تبدأ من إيش؟ من ناحية الجانب النفسي والجسدي. فلازم هم الواجب عليهم أنهم يهيئونه، ينام بدري، يصحى بدري، ياكل اكل صحي، كل هذه هي اللي خلت الطفل هذا ما تهيأ، فخلت الطفل هذا ينام على الطاوله. احنا عندنا الحين، انا مديره روضه، فاشوف المعلمات يجيبون للطفل نايم، شيلونه اي نايم، فاكلم الام تقول شو اسوي، ما نام، خليه كلها اسبوع ويضبط نومه. طيب الاسبوع هذا هو الاسبوع التمهيدي. صحيح. فاذا هو اصلا ما استمتع في الاسبوع التمهيدي، ما راح ينخرط في باقي العام. احيانا بعض الاطفال في الاسبوع التمهيدي هو اصلا يصير متضايق، فما يحب، ما هو متقبل، اي ما يحب انه يروح للمدرسه، فيكره المدرسه على المدى البعيد، ولازم يتهيئ في الاول عشان يحبها بعدين. جميل، لما نتحدث عن تهيئه الطفل دائما يعني اكثر شيء بنشيل همه تعديل النوم مثل ما ذكرنا، كيف نحمسه شوية أنه يروح المدرسة، نحاول أننا نزيد من التركيز عند الطفل قبل ما يبدأ الدراسة، ننسى بعض الأحيان تهيئة الطفل اجتماعيا عشان يعرف يتعامل مع الأشخاص في المدرسة، خصوصا يعني يمكن في السنوات الأولى من الدراسة يمكن الطفل مو متعود أنه هو يشوف هذه الكمية من الأطفال كل يوم ويكون صداقات، فكيف ممكن نهيئ الطفل اجتماعيا بحيث يعني يروح المدرسة هو واثق من نفسه، يقدر يكون صداقات، يعرف يتواصل مع أصدقائه في المدرسة وزملائه. طبعاً زي ما قلنا قبل، على حسب هو ردة فعله، يعني في اختلاف وفروق فردية بين الأطفال، في بعض الأطفال بسم الله عليه من أول يوم ينخرط، في بعض الأطفال يحتاج إلى وقت يوم يومين ثلاثة ممكن أسبوع، في بعضهم يقعدون ممكن فصل دراسي كامل، فبناء على كل طفل ونتعامل معه. حتى المعلمات تهيئتهم للطفل مثلا حساس، العنيد، العدواني، فخلال أسبوع هذا يدرسون حاله ويتعاملون معه. هذه من ناحية النفسية، النفسية تدخل في الاجتماعية، فإذا عرفنا نفسية الطفل نقدر نخرط اجتماعيا، سواء من جانب الأهل يأخذون يعطون معه إيش اللي حبيت، مثلا مين صديقك اللي صار في المدرسة فلان، ممكن حتى الأم تتعرف على الأم وتأخذ رقمها ويصير بينهم تواصل، ممكن تصير في زيارات خارجية فتكبر الدائرة. العلاقات ما تكون دائما، خاصة مع الأطفال، ما تكون محصورة فقط
في المدرسة، لازم تتشعب بحيث أن الطفل حتى تتكون شخصيته، ويصير في ارتياح برضو للطفل أنه يتحمس أنه يروح من بكرة عشان يشوف صديقه، فبالتالي يتعود على المسار الدراسي. في فيديو بنتابعه نشر حساب واس العام للدكتورة ندى العيسي تتكلم عن العناية بالجانب النفسي والصحي للطلاب، نتابعه ونرجع. تذهب الأم أو الأب مع الطفل في البداية، أول يوم يكون يوم كامل، بعد كذا يبدأ تدرج بالانسحاب التدريجي عن الطفل مع المعززات، مع أنه يعرف الأطفال على أطفال آخرين يكونوا أصدقاء له، علشان يحس أنه الطفل هذا أنه عنده أطفال ثانيين، وأنه هذه المدرسة مكان للعب ومكان جميل يشعر بالسعادة فيها. لابد من ربط الفترة هذه بالسعادة، وأنها فترة جميلة، لا فترة تهديد، لا فترة خوف، لا فترة فيها أي عنف، بالعكس المدرسة مكان جميل جدا، ولكن يجب أن احنا نهيئ الطفل إلى هذا المكان بطريقة جيدة من قبل الأسرة والمدرسة أيضا. طيب شفنا بالفيديو، فسؤالي لك أستاذة ريج، يعني احنا عارفين أنه خلينا نتكلم بالذات عن الطفل اللي أول سنة يدخل المدرسة، يعني صف أول ابتدائي، ما راح نتكلم ممكن حتى عن التمهيدي، إيش الواجب على أمه أو حتى ممكن الأب أنه يكون بأول يوم؟ إيش هي الأشياء اللي إحنا لازم نسويها أول يوم على أساس نحببه بالمدرسة وما نكره وما يرجع لنا هارب يعني بالأخير؟ طبعاً قبل لا ينام بكرة حنروح المدرسة، إيش تبغى وجبتك اللي تأخذها معك؟ إيش تبغى مثلاً تأخذ مع أصدقائك؟ بحيث أني أحمسه على القومة، ممكن ترى من الحماس هو يقوم لحاله ما يستنى الأم، هم أصلا مستجدين متحمسين لكن ما يدري إيش جوات المدرسة. ما هو هنا دورهم، ليش هم الحين وزارة التعليم حطت أسبوع تمهيدي خاصة لرياض الأطفال وللصفوف الأولية اللي هي أولى ابتدائي، ليه؟ لأنهم محتاجين إلى تهيئة أكثر من أي مرحلة ثانية، لأنها بداية انخراط في مرحلة جديدة. في البيت نسأل إيش حاب، إيش تبغى تسوي بكرة، إيش ممكن، حتى إذا قال ما بيلبس اليونيفورم مو مشكلة، إيش حاب تلبس؟ إذا كانت بنت إيش حاب نحط لك بشعرك بكرة، يشوفونك أصدقائك بالبكلات الطوق مثلاً، حابة تحطين لك أساور، بحيث إن نخليها هي تتحمس بكرة وبعده وبعده على الروح للمدرسة. أكيد كل هذه الأشياء يعني أتوقع فعلاً كانت تحمسنا وإحنا أطفال، يعني هي اللي كانت يمكن تحمسنا للمدرسة. في مشكلة يمكن بعض الأهالي بيقعوا فيها، وقت الإجازة يتركوا الأطفال والأبناء يلعبوا على راحتهم، عشان إيش؟ أول ما تبدأ الدراسة خلاص وقت تركيز ودراسة فقط. خلينا نتكلم، هل هذا الشيء خاطئ إننا نركز على أن وقت الإجازة لألعبوا قد ما تبغوا وبعدين وقت الدراسة ما في لعب أبداً؟ هل هذا الشيء يسبب يعني خلل عند الطفل إنه ما يكون في توازن؟ المفروض كمان يكون في وقت للترفيه للطفل، صحيح؟ صحيح. إذا الأهل سووا حاجز كبير بين الإجازة والدراسة كره الدراسة، فهو المفروض إنه لما يصير مثلاً خلصت الإجازة تعطيه مثلاً تقول إذا خلصت واجباتك بإمكانك تلعب. طيب من ناحية نقول الإجازة نخليه يلعب زي ما يبغى عشان يمل ويتعب وخلاص يكتفي بالألعاب، عشان لما يجي وقت الدراسة ما عاد يلعب. لا، ممكن حتى وقت اللعب في الإجازة يتعلم، يعني في بعض الألعاب اللي هي طايحين فيها الجكارو هذه فيها عملية حسابية تراها مفيدة، تشغل المخ تخليه يعرف يسوي تكنيك، ترى هذه مفيدة، الألعاب اللي تحتاج إلى مهارات التفكير. فترى الألعاب إحنا في رياض الأطفال والصف الأولية عموما التعلم عن طريق اللعب. يعني لو تدخلون في مجال الرياض الأطفال وهو يدرس يركب مثلا صورة مجزأة، يلضم مثلا، يرسم، ترى حتى الرسم يتعلم فيه مهارة دمج الألوان، فترى اللعب مفيد، ينمي مهارات. وأنا دائما أقول في مرحلة الأطفال مرحلة الأولى أكسبي مهارات، لا تركزين على الجانب الأكاديمي كثر المهارات، لأنه حتى في مرحلة رياض الأطفال ترى ما نعطي أكاديمي تركيز أكاديمي، ركز دائما في المهارات الاجتماعية والعاطفية والمهارات مثلا نقول الحياتية بشكل عام، كيف يعتمد على نفسه، يغسل لحاله، يفتح الوجبة لحاله، هذه المهارات اللي احنا نكسبها، فإنه يتعلم
ونفصله عن انه يلعب، لا هذا خاطئ. حتى جميل. الايام الدراسه لازم يلعب. هذا التوقيت انا اعتقد انه الان حسب معلن تعليم منطقه الرياض انه بدايه الطابور 6:15 والحصه الاولى 6:30، يعني بدري. فالله يعين فعلا الاباء والامهات وخصوصا اذا عندهم اطفال مستجدين. اعتقد انه موضوع صعب لكنه على الكادر التعليم مو يعني ما في شيء صعب، فقادرين ان شاء الله. اي هو في دوام صيفي ودوام شتوي. أيه. فهم يبكرون عشان الشمس. يطلعون ابكر. فتخيل احنا بالصيف ونبدا الساعه 7، متى نطلع؟ نطلع مشوين خلاص. ماجورين ان شاء الله. الله يعينكم اكيد. استاذه اريج، سؤال اخير قبل الختام، يعني يمكن هذه من الاشياء اللي دائما اشوفها وتقطع لي قلبي الصراحه وما اعرف ايش التصرف الصحيح للامهات. الاطفال بدايه مراحل الدراسه، يعني اذا بنتحدث عن مرحله الكي جي او التمهيدي او الروضه، اول يوم بيروح فيه الطفل للمدرسه بيبدا البكاء. فما أعرف يعني هل هذا الشيء ممكن يسبب صدمة عند الطفل إن الأم تتركه وتمشي؟ وزارة التعليم أعطت حقوق للأم إنها تبقى مع الطفل مدة 3 أيام. جميل. إجازة، يعني ما في مجال إنها مثلاً دوامها يمنعها، لها الحق إنها 3 أيام تجي تقعد مع طفلها في الأسبوع التمهيدي اللي ما يبدأ يتعود. أي لأنها فعلاً مرحلة زي ما قلنا أصعب مرحلة للانتصار. نعم. أي حتى مو برياضة أطفال، حتى الصف الأول الابتدائي. فمن اسمها أسبوع، أنت عارفة مو أسبوع تمهيدي، أسبوعين تمهيدي، فالطفل يحتاج إلى وقت. زي ما قلت لكم على حسب شخصية الطفل، في بعضهم يحتاجون إلى أسبوع، في بعضهم يحتاجون إلى شهر، في بعضهم يحتاجون، بعضهم ما يحتاجون أجل. من الباب يقول ماما خلاص. جميل صراحة، طمنتيني فعلا، لأنه يمكن مثل هذه المواقف بعض الأحيان ممكن تكون صعبة على الأمهات وأيضا حتى عند الأطفال، يعني الطفل يحتاج وقت إلى أن يتعود أنه يعني يقعد وقت بدون أمه. أكيد شكرا لك الأستاذة أريج المزيد، مدربة في مجال الطفولة، يعطيك ألف عافية على هذه المعلومات. يعطيك العافية أستاذة أريج، ونورتينا وشرفتينا. مشاهدينا أيضا نحن مستمرين معكم في فقراتنا، وإلى تقريرنا القادم، مع تعدد التصاميم الأغلب صار يتجه لتصميم منزله بشكل يعكس شخصيته واحتياجه، خصوصا أنه التصميم الحديث صار يعتمد بشكل كبير على الاتساع في المكان بإنشاء مساحات جميلة وعملية. نتعرف على أهم أساسيات التصميم في هذا التقرير. أثناء تصميم منزلك بأسلوب يعكس شخصيتك، هناك خطوات وأساسيات مهمة لإنشاء مساحة متوازنة وأنيقة. أهم خطوة في التصميم إنه يكون شيء يعني مرة يعكس ويريحني ويعكس شخصيتي، مثلا اختيار الالوان، الستايل، هذه الاشياء طبعا اساسيه في البدايه. اختيار التصميم المناسب للشخص على حسب هو ايش يحب، يعني مثلا يحب الوان معينه، ستايل معين، هل هو انسان مثلا مره يعني يحب الفن فحيتجه للتصاميم مثلا تكون هي فيها فنيه اكثر، هل انسان مره هادي يحب انه يكون بسيط، يحب الاشياء تكون يعني هاديه، مينيمال، الوان هاديه، كلاسيك. مرحلة التخطيط بالذات يعني لما نجي نبغى نحن نحدد المساحات اللي نبغى نستخدمها، سواء كانت معيشة أو سواء كانت مساحة غرف، بنخطط مثلا المساحات اللي نحتاجها. أول شيء نحتاج مثلا غرفة ألعاب، نحتاج لأولادنا مساحة للدراسة، نحتاج مصلى. في أشياء كمان جديدة دحين طلعت في التصاميم إنه بنعمل حسابها في التخطيط المساحة، فهذا كله يعتمد طبعا أكيد من المرحلة في البداية إن إحنا نختار ونحدد المساحات. اخترت إني أتجرأ شوية وأخرج من الكومفورت زون بالنسبة لاختيار الألوان، فاخترت إني أعمل ميكس بين الألوان، مثلا اللي هو البيرنت أمبر، اللون الطوبي اللي هو يجي درجة الطوبي الفاتحة مع الزيتي. الأكسسوارز كيف أدخل، مثلا أعمل كونتراست بالأسود، دمج الخامات سواء كان بالخشب أو الستيل، فالماربل. فالصراحة هذه الأشياء اخترت إن أنا ممكن أتجرأ فيها، ومرة أحب إني صرت دمج الخامات. عامة يعني أغلب الوقت السقف بيكون لونه أبيض،
لما تختاري انه الستاير تكون باللون الابيض بتعطيكي طول وارتفاع للسقف، بتعطيكي احساس انه الغرفه مساحتها اكبر وشرحها اكثر. بالنسبه للسجاده انا احب اني اختار دائما الوان الفاتحه، بالذات لو عندي كنبه غامقه. اولا بظهر لون الكنبه، ثانيا ان انا في نفس الوقت احس انه تحديد المساحه مع الارض انه تكون فاتحه، ما يكون في باينه حدودها الجلسه، تحسيها وايد اكثر، تحسيها واسعه اكثر. لو انت تحبي تغيري في الاكسسوارات وهذا، فانت تختاري اشياء مثلا كوفي تيبل تكون محايده ولونها محايد يمشي مع اكسسوارات مختلفه. اختيار الكوشنز، انك تضيفي كوشنز، البلانكتس اللي تكون على هذا، هذه كلها اشياء يعني اضافات تخليك ايش، تكسر الملل من انه احساس الجلسه هي نفسها دائما. العماره حرفيا يعني هي بالذات الشخص لما يدرسها وخلاص تصير مهنتك والشيء اللي انت درستيه، تحسي وانت دائما وانت خارجه كل شيء بتاخذيه انه هو يعني انت مثلا بتطلي في تفاصيل، تصيري تركزي في تفاصيل، وحتى لو كنت مثلا تركزي مره في الطبيعه تحسي انه الطبيعه تقدر تسوي فيها شيء، سواء كان معماري او في التصميم بشكل عام. المباني كيف تركزي في تفاصيل معينه وهذه التفاصيل تلهمك، او اختيار المهنه ياثر على الشخص، يصير خلاص اركز في تفاصيل مره كثير. جدا جميل، لأن دائما التصميم الداخلي بيعتمد على شخصية الشخص، وأكيد أنه بتنعكس الشخصية في هذه التصاميم والديكور. مشاهدينا أكيد مكملين معكم حلقتنا وبعد الفاصل. في فقرة سالفتنا، ما هو أكبر تحدي تواجهه في حياتك اليومية؟ حياكم الله مشاهدينا من جديد، وفي فقرة سالفتنا لليوم، وكلنا بنواجه بعض التحديات في حياتنا أو خلال يومنا حتى، والتحدي يكبر لما يحاول الشخص يحقق طموحاته ويحافظ على صحته في نفس الوقت. يعني تلاقي الواحد يبغى يشتغل بجد عشان يترقى أو يحقق أهدافه، لكن في المقابل يلاقي نفسه يهمل أكله، رياضته أو حتى نومه. غير كذا التوازن بين الرغبات الشخصية ومتطلبات إنه الناس اللي حول، سواء كانوا أهل أو أصدقاء، ممكن يخلي الشخص في صراع دائم بين اللي يبغاه واللي لازم يسويه. في النهاية التحدي الحقيقي هو كيف تقدر تلاقي وقت لكل هالأشياء بدون ما تحس أنك قاعد تضحي بشيء مهم. مراسلنا سأل الجمهور عما هو أكبر تحدي تواجهه في حياتك اليومية، وطلع لنا بهذه الإجابات. نتابع. وش أكبر تحدي واجهك في حياتك اليوم؟ أكبر تحدي هو تنظيم الوقت ما بين الدراسة وبين العمل، يعني خصوصاً أنه إذا كانت الدراسة في الدكتوراة، يعني الواحد لازم يتطلب أنه في البحوث وما بحوث، وعندك بين الأهل وقت الدراسة والعمل، هنا يكون أكبر تحدي أنك تنظم الوقت. طبعاً الدوام بيكون والله أكبر تحدي يواجهني لي وقت الصحيان من النوم، صراحة متعب شوي لكن هو اللي أكثر شيء يواجهني في الصعوبة. استيقاظ من النوم. أكبر تحدي النهوض الصبح. أكبر تحدي مشاكل النوم، أني ما أقدر أنام، والأكل ما أقدر أتحمل الحلا. والله لما نصحى من النوم بلش اليوم نفكر إيش نعمل، مرتب يعني بالشغل وبالهيك الأمور، يعني صحوتي من النوم صراحة. الرياضة اليومية، دراسة الجامعية عام 2014، رحلة البحث عن عمل. والله أنا أحس يعني من ناحية نظريتي إن الزحمة أثناء الذهاب إلى العمل هذه أكبر معانا يعني. والله طبعاً أكبر تحدي اللي جاي من أجله هو العمل، ده أكبر تحدي بالنسبة لنا يعني هنا. الله يبارك لك يا رب. لما أكون صاحي من النوم ورايح للدوام فأحس إنه كذا خمول كسل. لما أسوي دايت وأشوف الأكل اللي أحبه. تحدي لنا اللي أنا بواجهه في حياتي تربية البيت، دراسة بنتي ودراسة تبعي حقي أنا.
أكيد أصدقائنا المشاهدين تابعنا آراء أيضاً أصدقائنا الجمهور، وكل واحد أعطانا وجهة نظرة، وكل واحد برضو عبر عن التحديات اللي تواجهه. في ممكن اللي يسمعها منا يعني واحد يقول تحدي مثلاً أنه أنا أعاني من زحمة الدوام، والآخر يقول أنا أعاني أني ما نام كويس. أنا أعتقد ريم الحياة عبارة عن تحدي، العيش عبارة عن تحدي، فلو ما كان في تحدي في أي تفاصيل حياتنا أنا أعتقد أنها ما لها طعم حياتنا، ما لها طعم وجودنا. فنعتقد أن التحديات هي اللي تخلينا نحس بالإنجازات. صحيح نادر، اتفق معك، التحديات ضرورية، لكن أنا برأيي ما المفروض هذه التحديات تستمر معانا كل يوم. يعني إذا كان عندنا مشكلة في شيء معين أو تحدي معين بنعاني منه كل يوم، فالأفضل أننا ندور له عن حل. هذا غير التحديات اللي بنمر فيها في حياتنا بشكل عام من فترة لأخرى، بعض المصاعب المشاكل اللي ممكن تواجهها، لكن التحديات اليومية إذا كان لها حل فنحاول أننا نحلها. يعني كثير من الأشخاص كانوا بيقولوا التحدي عندهم أنهم يقوموا من النوم. أوف هذه مصيبة، هو فعلا تحدي، لكن هذه مصيبة، لازم نحن نحاول نحل هذه الأمور، لأن النوم شيء أساسي. بالضبط. طيب جودة النوم، الحصول على قسط كافي من النوم، حتى لما نصحى الصباح لازم نصحى يكون عندنا نشاط، فنحاول نغير هذا الشيء. إيش هو التحدي الأكبر عندك؟ التحدي الأكبر بالنسبة لي في حياتي اليومية، يمكن هو أني أوفق ما بين حياتي سواء العملية أو الدراسية أو غيره، حياتي الاجتماعية. بعض الأحيان سبب لك تحدي؟ بعض الأحيان أحس أنه فعلاً مسبب لي تحدي، لأن الواحد يحس أنه ما عنده طاقة أنه يتعامل مع الناس، وهذا الشيء أكيد ممكن يأثر على حياته الاجتماعية بشكل سلبي، لأنه كلنا نحتاج ترفيه، نحتاج يكون عندنا حياة اجتماعية. صحيح. يعني نحتاج أنه ما تكون حياتنا عبارة عن عمل أو دراسة فقط. بالضبط. شوفي التحدي، أنت ذكرت قبل شوي نقطة أنه ما ينبغي أن التحدي يتكرر. أنا عكسك تماماً. اليوم اللي ما يمر فيه تحدي والله أنا أعتبره مثله مثل أي غيره، يعني كأنك صحيت وجلست وقعدت تقابل نفسك. لا، أنت لما تصحى من النوم، أنا الآن عارف أني أنا دوامي بيني وبين الدوام مثلا 45 دقيقة، أنا والله اليوم جبتها بنص ساعة، ليش؟ أني صحيت بدري. هذا تحدي، تحديت نفسي أني أنا أصحى بدري وتكون عندي ربع ساعة أجي فيها مروق وأسلم وأصبح عليهم. هذا حل، هذا حل التحدي. أيوة. أنت بالعكس، أنت كده واجهت التحدي. صح بالضبط. أيوة، بس هذا تحدي يومي. بس أنت ما بتعاني من نفس التحدي كل يوم، ما بتتصرف، ما بتسوي شيء. لا لا، نقصد ريم إيش؟ إنه هذا تحدي موجود معاك. أكيد التحديات ضرورية، لأن هي اللي حتطورنا يعني. بالضبط. في مثال آخر عشان أبسط لك السالفة، في ناس كثير لما يسافروا عندهم رحلات، يعني عنده تحدي انه يوصل بالوقت المناسب للرحله، ومع ذلك مو قادر يوفق. يعني من الناس ريم اللي صراحه ما احب اني اجهز شنطتي قبل السفر بيومين ثلاثة ايام مثل الناس. لا، قبل بساعه، قبلها بكم ساعه احب، عرفتي اللي احس باجواء الشحن واجواء المشاكل. هذا تحدي برضو اني انا اوصل بالوقت المناسب. لكن بالتالي انت ذكرتي نقطه قبل شويه جميله، انه كيف ممكن نوفق بين حياتنا الاجتماعيه والعمليه. فانا اعتقد انه شيء مهم، لانه انت لما توفق بين الشيئين هذه انت حياتك الاجتماعيه راح تنعكس على العمليه، وايضا العكس. صحيح، اكيد اتفق معك نادر. يعني كلنا بنواجه تحديات خلال ايامنا، او حتى يمكن كل يوم بنواجه بعض التحديات، لكن المهم هو كيف نقدر نتغلب ونواجه هذه التحديات، وبالعكس تكون لنا حافز في اننا نتطور ونتحسن. اكيد مشاهدينا مكملين معكم حلقتنا، وبعد الفاصل. حقوق ذوي الإعاقة التي كفلها النظام السعودي. يا هلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام، واكيد مكملين معكم فقرات استديو اس بي سي. أولت المملكة العربية السعودية عنايتها بالأشخاص ذوي الإعاقة، ووفرت برامج لحمايتهم ورعايتهم تكفل حقوقهم وتجعلهم أيضا يندمجون في المجتمع. المزيد في هذا التقرير نتابع. يعتبر نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة شاملا لمختلف متطلباتهم في الحياة، وأساساً يمكنهم من الحصول على حقوقهم في مختلف القطاعات. يعمل هذا النظام على رفع مستوى جودة الخدمة المقدمة لهم، مثل إمكانية الوصول وحقوقهم المتصلة بالتعليم والصحة والعمل، إلى جانب الترفيه والثقافة والرياضة. يرفع هذا النظام
من مستوى وعي الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم المتصلة بحالتهم. أكيد مشاهدين الكرام، للحديث أكثر عن الموضوع ينضم معنا في الاستوديو كل من الناشط الاجتماعي والمهتم في مجال ذوي الإعاقة الأستاذ ماجد السريع. على سألتك أستاذ ماجد، حياك الله. الله يحييك ويبقيك ويسلمك، وسعيدين أول شيء يعني طرحكم الموضوع زي هذا، يعني يختص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حقي أنا وأصدقائي وزملائي من الأشخاص ذوي الإعاقة. أكيد هذا واجب علينا أيضا إحنا كمنصات إعلامية. وأيضا نرحب بالمحامي والمستشار القانوني الأستاذ نايف الخربوش. أهلا وسهلا فيك أستاذ نايف وحياك الله. أهلا وسهلا أخوي نادر، سعيد جدا بهذا اللقاء، وإن شاء الله يكون نطلع بفائدة لزملائنا أشخاص ذوي الإعاقة بإذن الله. بإذن الله. أستاذ نايف، بالبداية لعلنا نتكلم من مسألة قانونية ومن مسألة أنظمة شرعتها المملكة العربية السعودية وأولت اهتمام كبير للأشخاص ذوي الإعاقة. خلينا نتكلم عن المسألة القانونية والحقوق أيضا اللي تكفل حقوق ذوي الإعاقة. جميل. طبعا حكومة خادم الحرمين الشريفين أولت اهتمام كبير في تشريع الأنظمة اللي تكفل حقوق ذوي الإعاقة. فمن قديم الزمان يعني لو رجعنا إلى نظام الأساسي للحكم يعني نجد أنه تطرق إلى مسألة التكفل في علاج المريض أو من أصيب بعجز، والمعاق طبعا إذا رجعنا تعريفه من عنده إصابة في أحد أعضائه أو عجز في أحد أعضائه. فحتى النظام الأساسي للحكم يعني ابتداء تطرق لهذه النقطة. بعدها جاءت تشريعات يعني متعددة، قرابة 6 أو 7 تنظيمات. بدايتها كانت اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل الإعاقة، وهذا كان في عام 1400 تقريبا، قرابة قبل 46 سنة. لحقها أيضا نظام المعاقين عام 1421. بعد لحقها نظام اللائحة التنظيمية الجمعيات الغير ربحية مختصة بذوي الإعاقة. أيضا العام الماضي في 11/2 صدر مرسوم ملكي رقم 27 بتاريخ 11/2/1445، صدر النظام الأخير وهو نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وهذا نظام يعني الحقيقة يعني وضح فيه جميع ما لأشخاص ذوي الإعاقة وما عليهم. صحيح أستاذ ماجد، يعني أكيد أن المملكة العربية السعودية يعني وضعت الكثير من الأنظمة المختصة بحقوق ذوي الإعاقة في شتى المجالات، كيف تشوف هذه الأنظمة ومدى فعاليتها أيضا؟ طبعا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ولله الحمد والشكر. نحن في المملكة العربية السعودية نسابق الخطى في جميع المجالات، وفي مجال خدمة ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الحمد لله يعني سبقنا أيضا الخطى فيها. طبعا أنا إصابتي من أكثر من 10 سنوات، وأنا أشوف الإعاقة مرت بثلاث مراحل. يعني سابقا كانت المرحلة اللي هي المرحلة العاطفية، أنه أي شخص مصاب بإعاقة سواء إعاقة حركية أو أي إن كان نوع الإعاقة، هو تغلب العاطفة والشفقة والرحمة سواء من الأسرة سواء من أفراد المجتمع سواء من عموم الناس. بعدين أنا أشوف المرحلة الثانية مرحلة طبية، يعني شخص أصيب بإعاقة أنه تقدم له الرعاية الطبية فقط كرعاية طبية وكخدمة طبية. المرحلة الثالثة أنا أشوفها الآن هي مرحلة التمكين، ومرحلة الشمولية. يعني أنا من الأشخاص ذوي الإعاقة أو أصدقائي أو زملائي، يعني من حق المجتمع علينا ومن حق المجتمع علينا أنه يمكننا في شتى المجالات، ومن حقنا أيضا على المجتمع أن نعطي المجتمع اللي أعطانا حقوقنا. ممتاز. يعني لابد أن الشخص أيضا هناك حقوق وهناك واجبات، يعني ليس بس على الشخص أنا من الأشخاص ذوي الإعاقة بس لي حقوق وليس عليه واجبات، لا. والحمد لله المملكة طبعا صدر مرسوم ملكي في تسمية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأشخاص ذوي الإعاقة بموجب مرسوم ملكي. لماذا؟ لأن نحن في المملكة يوجد لدينا حزم من الخدمات تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة، ولكن كمسميات بعض الجهات ذوي الاحتياجات الخاصة، بعضهم ذوي القدرات، بعضهم ذوي الإعاقة، بعضهم أصبحت كل جهة لها اسم محدد
لكن المملكة يعني المسمى الرسمي لإطلاق خادم الرحمين الأشخاص ذوي الإعاقة بجهد طبعا هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بحكم أنها هي الجهات يعني التشريعية الأولى في المملكة العربية السعودية سعت إلى توحيد الاسم. لماذا توحيد الاسم؟ الكثير يقول يعني مسمى هذا، لا، المسمى هذا يعطيك الخدمات اللي تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة. أنا لما أروح التعليم أعرف كم عدد الأشخاص ذوي الإعاقة، أروح لوزارة الصحة أيضا أعرف، أروح لأي جهة خلاص هنا من باب الحصر وأيضا من باب توفير من المزايا، من باب تقديم الخدمات بالضبط. نعم. والخدمات. طيب لعل يرجع لك أستاذ نايف، بسألك الآن، إحنا قاعدين نشوف في منشآت وقطاعات سواء قطاع خاص أو حتى قطاعات حكومية قاعدة توظف أيضا الأشخاص ذوي الإعاقة، بالمقابل في مزايا المنشآت تكسبها من الحكومة، خلينا نرجع نسلط الضوء عليها، إيش هي هالمزايا هذه؟ طبعا صحيح نظام العمل السعودي وضع ميزات للمنشآت اللي توظف أشخاص ذوي الإعاقة، بل أنه يعني بعض المنشآت ألزمتهم بتوفير لا يقل عن 4% من الكادر الوظيفي أن يكون من الأشخاص ذوي الإعاقة. طبعا من باب التحفيز، من باب تحفيز هذه المنشآت سواء كان شركات أو مؤسسات. طبعا القطاع الخاص كما تعلمون أنه يكون هناك فيها النطاق الأخضر والنطاق الأحمر، ففي مجال ما يسمونه بالسعودة، فالشخص ذوي الإعاقة حينما يتم قيده في أحد المنشآت يتم احتسابه عن 4